نقطة ومن هون فيها تنطلق رحلتكن على أجمل مواقع سياحية. واليوم من قلب العاصمة على قلب العاصمة. مشوار ساعتين ونص من الوقت قطعنا 140 كيلومتر، قدرنا من خلاله نستمتع بطبيعة مناطق كتيرة بلبنان، وهلأ وصلنا على الهرمل. بس تننزل على قلب نهر العاصي ما قلنا إلا نشاط رافتينج. محمد، شو ناطرنا اليوم برحلة الرافتينج معكم؟ رح ننزل بالنهر. نهر رحلتنا حتكون 8 كيلومتر، إثارة مغامرة، 5 شلالات، 3 صغار 2 كبار. بدنا ناخد لايف جاكيت مع كاسك مع مجزاف وجو. محمد عطانا كل الإرشادات وهلأ على قلب نهر العاصي. شلالات، 5 شلالات. نحن هلا بقلب الشلال. صرنا نازلين تقريبا ساعة من الوقت، ناطرنا هلا ننزل على شلال وسطي رح نشوف الاكسبيرينس. خليك لك الوزة، لك الوزة هوديك يا جورج. كثير اعداد حلوة على نهر العاصي، بتسلوا الناس، بيجيوا بياكلوا وبيشربوا بيقضوا يومين ويوم. بخلال هيدي الرحلة اللي هي مدتها تقريبا ساعة ونص، في أماكن مخصصة للسباحة؟ نحن رحلتنا مثل ما شفتي صرنا بنهاية الرحلة تقريبا، وهلأ نحن وقفنا هون بس ناخذ استراحة بسيطة كثير. وأنت عم تسأليني عن شغلة كثير حلوة اللي هي فينا نقضي وقت للسباحة أو سباحة. وأنا وهيك بتخلص تجربتك بالرافتينج مع شلال بعلو بيوصل للعشر امتار تقريبا، وبتكون قطعت مسافة 8 كيلومتر وخلصت الرحلة. بس مش زابطة تفل من العاصي من دون ما تختم مشوارك بغدا عرمرمي وتدوق سمكة الترويت. وكل مشوار وانت بألف خير.